مباريات هذا الدور من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين وسط عدد كبير من النجوم الحاضرة التي تحققت محليا إقليميا خارجيا على مستوى القارة الأسبانية. القائد السابق في مانشستر يونايتد أمام القائد السابق في ليفربول في قمة على أرض المملكة. هنا محمد عبد الرحمن، مارسيل تيسران، هندري، حمدان الشمراني، علي هزازي، هندرسون، فينالدو، الغامدي، والكويكبي، ديمارا غراي في قائمة جيرارد. بالنسبة للنصر في هذه المباراة يلعب بنواف العقيدي، نواف بوشل، العمري، لابورت، تيليس في وسط المتعة والإثارة والكورة والتشويق في أدوزوفيتش اللي عاد بعد غياب بداعي الإصابة. لابورت، تاليسكا على الجهات اليمنى، البدايات، الانطلاقات الأولى، اللمسات، المهارات، البينيات، الأرضية لكنها بعيدة على كريستيانو. الدقيقة الأولى حوال على اليسار إلى تيليز، عرضية تيليز خطيرة بالرأس لكنها أقرب بعد ذلك إلى ركنية أولى في أحداث اللقاء. كرة عرضية خطيرة لكنها تبع تصل إلى أوتافيو، أوتافيو قابل لا شيء في دور 16. بيني حلو على اليسار، غراي على اليسار، غراي على اليسار، غراي تمويه، غراي تزيد، وكرة وفرصة وتزيدة. يا إلهي في الكرة الأخيرة على الهجوم الاتفاقي اللي استفاق في هذه اللقطة وانطلاقة هجمة بيضاء ضاعت على الاتفاقيين. في الأصل كان فيها تسلل على هجوم الاتفاق في الكرة الأخيرة، أول فرصة لكن هذا غري، هذا ديماري، ديماري، ديماري خطير جدا، ديماري اللي تابعوا في إيفرتون إمكانية الهجومية في هذه الأثناء يأخذون الثقة في أنفسهم بعد تقدم الدقائق. الكويك بمرة أخرى محاولة تمويه وتغطية من كويس يؤثر على الخط الهجومي الاتفاقي، الاعتماد على الأجنحة، على غراي من جهة، على كويكبي من جهة، فينالدوم يأخذ دور المهاجم الوهمي يشوفه على قوس منطقة الجزاء، هندرسون بينية خطيرة، فينالدوم قوية. يا إلهي حلوة 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 حلوة، لقطة ولا أروع، تصدي ولا أجمل، أي تحدي، أي اندفاع، أي هجوم، أي تسديد العقيد. عهد تنفيذ الكرات الثابتة، لعب الكرة العرضية خطيرة لكنها تبعد، مرة أولى من جانب لابورت، تصل إلى ساديو ماني، العودة بعد ذلك حلوة، المنتدى خطيرة من رونالدو على اليسار، انتظار تمريرة طويلة، وحاول لكريستيانو طولها على نفسه رونالدو شوية، تغطية، تدخل وخطأ في الدار، رونالدو يشاركون مع منتخبات بلدانهم. الكرة تصل بعد ذلك بالتالي ضغط رهيب، ضغط غير عادي، أوتافيو استعادة وهذه خطيرة نصراوية. رونالدو، رونالدو يحاول التمويه، ضاعت منه، لا شيء في قرار الحكم، لا شيء، طويلة خطيرة لغراي يحاول على اليسار بعيد عنه لكنها في الأخير تحولت إلى رمية جانبية. الحكم الشيل يعتبر عدم وجود خطأ لرونالدو في اللقطة الماضية، يعتب كريستيانو على غير العادة بهذه الصورة على حكم المباراة، توتر لم نعهد للنجم الكبير كريستيانو اللي كان يطالب بوجود خطأ في اللقطة الماضية يستدعيه الحكم. كريستيانو، كريستيانو، كريستيانو لا يلتفت إليه رونالدو، في الثالثة كريستيانو نظر إليه رونالدو، أخرج الحكم الشيلي البطاقة الصفراء، رفعها في وجه رونالدو، أول إنذار بعد 12 دقيقة، لم يشر إليه حكم المباراة واعتبر عدم وجود شيء في اللقطة الماضية. ساديو ماني يحاول على الخط، على الخط يحاول ماني أمام التغطية وتدخوي جاء في صف كريستيانو يحفز رونالدو، إن شاء الله طاقة متجددة. هذه البطاقة الصفراء اللي كانت من جانبي الحكم الحطلي أندرسون، الونتوم، التغطية دفاعية في اللحظة الأخيرة، بوشل وين المرتدة، ماري تعثر لك، رونالدو يصل، كريستيانو لساديو، تأخر ماني وبعد ذلك خطأ يحتسب حكم المباراة على ساديو ماني. عودة بعد ذلك لجاك هندري، أندرسون بالخطأ يستعيد بروزوفيتش، تحرك سريع من رونالدو، هذه خطيرة لبروزو، بروزو على حدود منطقة الجزاء، بروزو تمويه، تمرير، فرصة لأوتافيو داخل منطقة مرمى، والتمرير لمين؟ يا إلهي باولو فيكتور، طويلة أمامية وحاول باتجاه حمدان، استقبال كرة بشكل صحيح ثم بعد ذلك البحث عن حلول، يحافظ على كرته، يفضل اختراق لوحده، حمدان مر، حمدان مر، وكرة فيها وصول المدرب لوي كاسترو في الجولات الماضية على قبول عديد من الأهداف، طويلة لرونالدو، الكنترول
كريستيانو داخل منطقة تغطية وتدخل إبعاد وتسلل على رونالدو، تسلل في اللقطة الماضية على رونالدو. الكويك بيحاول بالمهارة لكن أمام أكثر من لاعب، ساديو ماني يعدي بهارة عالية من الكويك بحط الكرة، بعد ذلك هندرسون في المقابل فإنه يقوم بأدوار كبيرة في وسط الميدان للفريق الاتفاقي. من جانب بروزوفيتش عدم إعطاء الراحة، تمريرة بدون تركيز أقرب لعبد الله العمري، تمويه تمرير، شوف الاتفاقيين تقريبا بدون رأس حربة في هذه المباراة. بالخطأ سيكو بوبانا مر بروعة، سيكو مر فوبانا ليمانية ماري حتى لرونالدو، هذه كرة كريستيانو مر والتسديدة ده يا إلهي، أي لقطة أي كرة أي كرة أي فرصة أي تسديدة يا رونالدو، عدى بمهارة عالية كريستيانو، شوفها رونالدو يا عيني رونالدو، وين هالتسديدة؟ بعد ذلك التغطية من جانب مارسيل تي سران مرة أخرى. البيئة الرائعة اللي وجدها في الاتفاق وعلى العمل الاحترافي الكبير جدا لعودة للوراء، بروزوفيتش لمسة لفوفانا، تاليسكا مر بينية لكنها طويلة شوية على ماني، من حبة لكنها بدون تركيز، فوفانا أوتافيو مر وتاليسكا تعثر، مبدأ الاستمرارية ومن غيره 25 رقم والمهارة والإمكانيات للبرتغالي أوتافيو، بوشر على اليمين نصراوية بينية لكن لم ينجم مان يونايتد السابق في هذه الكرة، يلعب الكرة العرضية العمري بالكعب لكن الدفاع أقرب إلى حمدان يحاول بناء الهجمة، العمري افتكر يلعبها عرضية خطيرة لكن الدفاع تغطية وتدخل، مالي يحفز في لاعبي بسلامة إن شاء الله نواف. لويس كاسترو لإجراء التغيير ثاني مرة، أحمد قاسم، صليهم، خيبري، نجعي، يحيى، غريب، مران، أظن أنه محمد لولا خيبري سيكون خيار قادم. عبد الله الخيصر الكرة لمن هي لتاليسكا، طلب الكرة في المساحة من بروزو، أرضية حلوة لكن الدفاع، فوفانا يلعب الكرة لمن باتجاه ساديو ماني، تحضير أوتافيو، ضغط النصراوي زاد، زادت الحدة الأتباع النصراوية، حلوة كرة حلوة تسديدة أوتافيو، لا شيء في قرار الحكم، بعيني لجري مرة جري والكرة من فرصة خطيرة اتفاقية، فرصة كانت انفراد عدم